لا يعني كل الشفاء لكل اللعيبه، ونتمنى زي ما بندعي كل بدايه موسم ان ما يكونش فيه اي اصابات، بس طبعا لا يخلو موسم للاسف الشديد يا كريم من غير طبعا اصابات اكيد للنادي الاهلي واي نادي، يعني دايما يكون فيه اصابات بس ان شاء الله تعدي كلها على خير. طيب بما ان احنا برضو بنتكلم وحديث الساعه زي ما بيتقال، والصفقات والميركاتو الصيفي ومين مكمل ومين مش طبعا مكمل، وقلنا لحضراتكم الكلام ده تقريبا من اسبوعين، تحديدا من اسبوعين لما كنا بنقول الاشاعات كتير والكلام كتير، وفي الفتره دي تحديدا كل واحد هيطلع يقول لك بص بقى مين مكمل من النادي الاهلي، وسمعنا وشفنا مانشيتات بتتكتب وده ماشي لا ده مش هيكمل ده هيروح اعاره، الكلام اللي زي كده اتقال كتير جدا، بس دايما بنقول المصدر بيكون هو الشيء الموثوق منه، احنا كمذيعين كاعلاميين كاي حد تابع للنادي الاهلي حتى لو عنده معلومه لا يمكن ان احنا نبوح بيها الا لما النادي هو اللي يتكلم، الا لما النادي هو اللي يقول قولته زي ما بيتقال، لكن اللي احنا نقعد نسمع وخد الحصري والكلام اللي احنا قلنا في ده كده، يعني نتمنى ان حضراتكم تبقى في نوع من الوعي اكتر ان كل الكلام ده بنسبه كبيره جدا بيكون مش كلام موثق. ده يعني كلمه حصري ابتدت تفقد معناها من بقت كتر صعبه ما كل قوي الناس خد مني الحصري خد مني، يعني يعني كلمه حصري فقدت كتير من معناها في ايه الفتره اللي الاخيره. حصره يعني يعني ايه اللي خلاه يعني نفهم بس جبتها منين المعلومه، وكتير من الحاجات اللي اتقالت عليها للزملاء اعزائي وبالمناسبه منهم اصدقاء ليا يعني على المستوى الشخصي، حتى لما بقابلهم في الحقيقه بقول لهم اقول له سؤال بس انت جبت خد الحصري من عندي منين يعني، ومعظم المعلومات بتبقى غلط، يعني نستنى صاحب المصدر هو اللي يتكلم، عشان كده احنا دلوقتي بنتكلم بمصدر موثوق. امبارح اعلن امير توفيق طبعا القائم باعمال المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم تجديد عقد رامي ربيعه، ياسر ابراهيم لمده عامين قادمين، وحسين الشحات لمده 3 مواسم، وكانت يعني لقطه جميله جدا كمان حسين الشحات وكانت حلوه جدا، وزي ما بتقال كده السعاده بتكون موجوده عند كل اللعيبه كريم لما طبعا بيحصل التجديد، طبعا لان في الاول طبعا وفي الاخر الكيان ما بيكونش مجرد او النادي الاهلي ما بيكونش مجرد نادي انت بتاكل منه عيش، خلينا اقولها بهذا طبعا الشكل، سواء انت حتى من ناشئين النادي الاهلي او جاي بصفقه، مفيش الكلام ده خالص، النادي الاهلي احنا دايما بنقول على نفسنا عيله الاهلي، ففكره ان انا بمدد مع عيلتي ده اضافه بتبقى كبيره جدا بيتمناها كل لاعب موجود في النادي الاهلي، بالنسبه لان حد يبقى عقده انتهى او مدته مع النادي الاهلي انتهى او سنه كبر او 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 الى اخره ومثلا لازم يترك الملاعب، ده بتبقى زي صدمه، بتبقى حاجه، وده مش كلامي انا، ده كلام اللعيبه على الاجيال المختلفه على مدار الاجيال المختلفه هي اللي اتكلمت بده وقت الاعتزال من النادي الاهلي او ترك النادي الاهلي او الرحيل عن النادي الاهلي، ده بيبقى شيء صعب جدا، فسعاده كانت كبيره طبعا. وشفناها في الصور وشفناها في غيره، بس خلينا نشوف الفيديوهات، الفيديوهات اتعرضت ولا لا يا جماعه عشان احنا مش شايفين كويس، هي كانت فيديوهات سريعه كده اللي حضراتكم شفتوها، يعني لقطات من فكره الاحتفال والامضاء او فكره اسمها تمديد العقد، يعني مش تجديد تمديد العقد، فبالتوفيق ليهم ان شاء الله مزيد من التالق، اضافوا كتير للنادي الاهلي، يعني ليهم مكسب كبير في تواجدهم مع النادي الاهلي زي ما بيتقال وين وين سيتويشن، بالتوفيق ليهم في اللي جاي باذن الله طبعا.